السلام عليكم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اليوم المكونات نتاع البومب، البومب مقدور على تصليحها باعتبار ديما شنو نضرب فيها، نضرب فيها الكارت الالكترونيك هذه، فهمتني؟ مقدور على تصليحها. تبقينا الناس الصناعيه ما يوسعوش بالهم في تصليح البومب، وفي جزء من عدم توسيع البال فيه نوعا ما من المعقولية، باعتبار كونه فيها تعب مكلف، معناها تعب تعب كبير، والحاجة مش صناعي هو المعني بالأمر باش يصلح البومب، وإنما ينجم يدير البومب الإلكترونيسيان ويصلح العطب اللي هي عطب إلكتروني، معناها بان إلكتروني. أما تبقينا أسهل حاجة نقولها، كيما تنجم تكون زادة الكاباسيتي دي، معناها عقد ما استخدم نبدلو كاباسيتي، كيما تنجم تكون كيما قلنا الكارت، ساعات الكارت هذه لها ما فما حاجات معناها يتبدلوا فيها كارتة، هذه القطايع هذوما يتبدلوا، فما قطايع يتبدلوا، فهمتني؟ وريهم كعبه الكاباسيتي عاملين هيك، كعبه الكاباسيتي هي اون برانسيب 2.5 ميكرو فاراد، قوتها تموت الكارت الكاباسيتي هذه ما عادش تخدم بومب، قولوا بدل بومب. أنا نبدلو بومب كاملة خاطر كعبة كاباسيتي. بون صحيح فما برشا ناس ميوصلوش بالهم، وفي جزء كيما قلنا أوليو باش يقعد هو ماشي ونحي بومب ويرجع ويصلح البومب ويعاود يرجع لصلاح، خاطر مش صناعي هو اللي صلح البومب، لو إلكترونيسيان هو اللي صلح البومب، إنسان مختص في الإلكترونيك هو اللي صلح البومب. هالتعب هذايا كلو أنا ما يخلصوش الكليون، تحب ولا تاكلو هذايا واقع، أنا باللي باش يطلب باللي باش يطلب مش باش يلقى تعبو، معناها نهارين هو ماشي جاي على الإلكترونيسيان، ونهار مشى ينحاها ونهار مشى يرجعها وترجعها، معناها في قربله، ومن بعد باللي باش يطلب على الكليون معناها مش تلقى حقه، فبالتالي يقص هو النزاع، نحكي على صناعيه، يقص هو النزاع يقول له عندي بومب، وقتها باش الحريف ياخذ قراره ويبدل بومب بكل بساطه، وطاح كيف على ظله كيما نقولوا احنا توانسه، وهذاك هو. اما حبيت نقول لكم اللي راهو الكلام هذا سوى للصناعيه ولا للكليونات راهو مقدور على بومب تصليحها. تبقينا مش اللي يجي يصلحها والناس ما توسعش بالها، لان كما قلنا راهو نحب ولا نكره راهو صناعي خارج باش يخدم مش خارج باش يلعب، راهو صناعي خارج باش يخدم، اذا كان باش يضيع 3-4 سوايع ومن بعد ما يلقاش حقه، فبالتالي يقول لك انا كلام واقع ما نجم كان ندعمه، يقول لك انا خويا شنو ذنبي اذا كان عندي 4 سوايع بعد ما نخلصش، وقولوا هني بومب وذاك هو كان عطاني حق الفريد ديبلاسمون نتاعي ولا الديجنوستيك نتاعي عطاني ما عطانيش بينه وبين مولاه، والسلام عليكم احنا هذاك هو نكونوا وصلنا فكره في البومب هذيا. حاجه اخرى نحب نقولها قبل ما نختم، اللي مساله الفورماسيون بالنسبه للناس اللي تحب تعمل فورماسيون، انا صوتي بح على الفورماسيون، اللي يحب يعمل فورماسيون، اللي يحب يعمل فورماسيون، اللي يحب يعمل فورماسيون، الاسباس عندنا، الفضاء عندنا، مانيش فاهم معناها الناس تحب تقول له فورماسيون يقول لك انا لي كونديسيون نتاعهم يحبوا يخدموا ما ينجمش يضيع وقته، فما دي سنتر فورماسيون مع كامل احترامي ليهم معناها يطلبوا على ناس فلوس طايله ريان كو باش ياخذ عرفت كالشهاده الورقه اللي الله اعلم معتمده ولا من غير معتمده، معترف بها ولا مش معترف بها، اما غالبا هذوك الناس تخدم على رواحهم، لي سونتر فورماسيون هذوما مراكز التكوين الخاصه فيها شوديرات ولا في حاجات من النوع هذايا، بالنسبه لي انا مع كامل احترامي لمجهودهم لا يبلوا ولا يعلوا، ينجموا كلامي ما يعجبهمش مانيش مطالب باش يعجبني باش يعجبهم كلامي، انا اقولها وامضي. ليش حبيت نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما تنسوش تعملوا ابوني للقناة، انت اللي دخلت تزوج على بان تاع شودير اوروكا 24 اوروكا سارة 24 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
السلام عليكم. هذه روبيني رومبليساج نتاع باكسي، تيتر انديكاتيف لمعلوماتكم، هذه راهي تركب على الباكسي وتركب على الركاب. انا كل ما هو روبيني دو رومبليساج، الروبيني اللي تسكر او الذي تتكسر ساعات، هاي موجوده. كان تستحقوها او تسرقوها لا عاد.